المكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم داخل القاعات. في المؤسسات كبرى المؤسسات والهيئات اعتمدت على اداه تحليل الصوت الرباعيه التي تحدد نقاط الضعف ونقاط القوه من جهه، وتحدد نقاط الفرص المتاحه والتهديد التي يمارسها المحيط من جهه اخرى. 20 ترتكز على اللاعبين الحاليين في اقل من 14 سنه والذين سيكونون مع ميديا في موسم 2028-2029 ضمن فئه الاكابر، وبالتالي في تلك المرحله سنصل الى لاعب فوتسال متكون 100% فوتسال. حشيشي محمد صالح، حشيشي محمد صالح، حشيشي محمد صالح، شريفي مسعود. الحمد لله الجمعية الانتخابية جازت في ظروف جد حسنة في شفافية كبيرة، وكانت أعضاء اتخذوا البرنامج الصحيح، الحمد لله وفقنا الله عز وجل وتم اختيار البرنامج تاعنا. أنا البرنامج تاعي يتركز على 10 محاور أساسية، أولا هيكلة الرابطة الوطنية، ثانيا هيكلة الأندية، ثالثا اعتماد التكوين لدى المدربين والفئات الصغرى، رابعا تطوير نظام المنافسة وتغيير نظام المنافسة وتطويره، خامسا الترويج الإعلامي والتسويق الإعلامي، سادسا تنظيم التحكيم والرسميين، سابعا تفعيل نشاطات كرة القدم داخل كرة القدم الشاطئية، ثامنا تفعيل كرة القدم الإلكترونية اللي طورت بزاف في العالم وفي الجزائر مازال ما انطلقتش هنا في الجزائر، تاسعا ستكون هناك رفع نسبة عدد الممارسين وليس المنخرطين، الممارسين عبر الرياضة المدرسية، الرياضة الجامعية، لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، لدى العنصر النسوي، وأيضا تعزيز التعاون مع الرياضة العسكرية. عاشرا ستكون هناك اقتراحات بخصوص الواجهة الدولية في طريقة تأسيس الاعتماد منتخبات وطنية لمختلف الفئات، منتخب وطني كرة القدم الشاطئية، ولما لا تنظيم الجزائر لتظاهرات دولية. أنا نتمنى الجزائر تنظم كأس العالم لسنة 2028 لأنها ليست بالأمر الصعب مقارنة بالإمكانيات الموجودة حاليا بالنجاح اللي حققته الجزائر في التظاهرات اللي فاتت في كرة القدم في الألعاب البحر المتوسط. أولى الأولويات هي انطلاق المنافسة، إيجاد صيغة مناسبة لانطلاق المنافسة في ظل التأخر الكبير، مدة 5 أشهر وإحنا متأخرين مازال ما انطلقناش في المنافسة. إن شاء الله هناك اعتمدنا في فيش تكنيك سنقدمها للمديرية الفنية الوطنية والمكتب الفيدرالي، إن شاء الله يوافقونا عليها وعليها ننطلقوا إن شاء الله في الموسم تاعنا. بالنسبة للمرافق هناك صعوبة بكرة القدم داخل القاعة، آخر أولويات المسؤولين ما ينظروش فينا تماما، الأندية راهي تضحي، لولا الأندية لما بقي كرة الفوتسال في الجزائر، تضحية الأندية لا تمشي في الفوتسال في الجزائر. نوجه نداء الاتحادية الجزائرية بأن هناك عندهم أندية لها الرغبة الكبيرة في العمل، تحتاج المرافقة تاعها، المرافقة كي نقولوا يعني المساعدة لدى السلطات وزارة الشباب والرياضة، تسهيل مهام الأندية، مرافقة الأندية ليس فقط بالإمكانيات المادية، هناك عدة مرافقات معنوية مع وزارة الشباب والرياضة.